احنا نفهم انه المنتج الموجود في مدينة ما يناسب مدينة أخرى، المنتج الموجود في بلد ما يناسب بلد آخر. يعني الحلول الموجودة في مجتمع لا يناسب مجتمع آخر، تمام؟ ولكن الاتفاق يكون في المعالم العامة، تمام؟ في أشياء عامة وفي تفاصيل، التفاصيل متروكة في كل اتجاه وكل اجتهاد، ولكن الملامح العامة هي اللي نحن نركز عليها ونقول إن هي موجودة، تمام؟ ونأكد عليها في كل مشروع. بعد كده هو المجال مفتوح للتنافس، وفي النهاية العميل هو اللي يختار الأنسب، تمام؟ محصلة هذا الكلام إنه بندفع العجلة في اتجاه إنه العميل ينال المنتج اللي هو يرضى عنه. أحيانا العميل هو حاسس إنه مش مناسب المنتج، ولكن مش عارف كيف يوصل الفكرة، تمام؟ فهذه يعني هذا اهتمام من اهتماماتنا، إن إحنا إن العميل لما يحصل على المنتج بتركيبة محلية تتناسب معه 100%.